السلام عليكم. اليوم راح رجعت للمارينا، موقع المارينا الكبيرة نتاع الجزائر العاصمة، هذه عام من بعد، وباش نشوف مستوى تطور الأشغال. ونقول لكم منذ البداية نأكد منذ البداية، نطمئنوا إخواني الجزائريين وأحباء الجزائر، فإن أشغال المارينا نتاع الجزائر العاصمة في أحسن ما يرام. وأنا كنت في الفيديو الأولى هذه مدة عام، كنت تسرعت في الحكم لأن الإشغال كانت في بدايتها، وإحنا تسرعنا في الحكم على أنها إشغال رديئة في الحقيقة. والله العظيم المارينا بإشغال جيدة جدا، وراح نشوف الجزء الأول هذا. درت زوج فيديوهات لأن المارينا كبيرة شاسعة، تعيا تروح باش تحوسها كامل، تعيا كبيرة يعني حاجة رهيبة. إذا درت الفيديو الأول وراح نعلق فيه، ثم الفيديو الثاني ما نعلقش فيه، نخليكم تتمتعوا بالأشغال بالمناظر في الفيديو الثاني. وراح ننشر الفيديوهات هادو في نفس اليوم على يعني ساعة ما بيناتهم، باش تتمتعوا وتشوفوا المارينا يعني في كل جوانبها. إذا رانا هنايا نشوف يعني أرصفة مخدومة بطريقة جيدة كما رانا نلاحظ، المساحات الخضراء راها في طور تطوير، يعني الغازون مازال ما ناضش مليح ومازال فيها خدمة شوية، بعض الأخضر أشغال تاع فينيسيون حاجة قليلة. كاين تخص حاجة واحدة في هذا المارينا، يعني يخصو زوج حوايج، يخصو الأشجار، يخصو البابورات، الفلايك والبابورات، هذو لي زوج حوايج اللي يخصو. ما عدا هذا المارينا والله العظيم أشغال رهيبة وأشغال جيدة، وخاصة في الفيديو الثاني تروحوا تشوفوا الأماكن يعني رائعة. هنا في الفيديو الأول راني نصور في الأماكن اللي راهي قيد الإنشاء، ما زالت ما انتهتش الأشغال بها، وهنا نشوف الأشغال ما زال ما انتهتش هنا في المنطقة هذه، ونصور جانب من الأشغال لأن الأشغال راهي سائرة. وإحنا رانا في رمضان، في الأسبوع الثاني تاع رمضان، والأشغال ما زالها قيد على قدم وساق، و هذا النسبة تاع المنطقة تاع اللي فيها الأشغال تعتبر يعني حوالي 30%، 70% من المارينا، من المساحة تاع المارينا 70% الأشغال انتهت. يعني طريقة جيدة. وهنا أنا في المنطقة اللي بها الأشغال ما نحكمش عليها، نخليكم تشوفوا. هنا تشوفوا الشاحنة هنايا راهي تمشي، إذا الأشغال راهي تمشي، وكاين يعني بعض الأشياء يعني المفاجآت راح تشوفوها في الفيديو الثاني. يعني هنا يعني خدموا بالبيطون امبريمي، دونك هذه الطريقة تاع التغليف، يعني لكن مخدوم بطريقة جيدة، مخدوم بطريقة جيدة.
بيطون امبريمي هذا مخدوم بطريقه جيده. وتخص كما قلت في الاول تخص الاشجار ما عدا الاشجار، والافضل تكون الاشجار تاع النخيل من جميع انواع النخيل، بس انواع النخيل في انواع كثيره، وتكون كاين انواع جميله كما الواشنطونيا ومليح نوع مليح تاع النخيل. وذلك نقدر ندير اشياء انواع اخرى من الاشجار. وهنا نشوف منطقه تاع البدايه تاع المارينا، هنا نشوف منطقه تاع بتيت بلاش كريك، حتى ولو يعني البلاش هادو ما عندهمش تاع يعتبروا ملوثين يعني، لاننا ما نشبعد على الميناء، لكن عندها يعني المارينا هذه يكون فيها في المستقبل عندما ينتقل الميناء تاع الجزائر العاصمة إلى ميناء حمدانية، تولي هذا اللي بلاش هذا يعني الشاطئ هنا يولي نظيف. وكذلك نشوف مرافق. وهنا نشوف حالة الأشغال، النوعية نتاع الأشغال جيدة والله، شيء مليح يعني، مليحة بكل صراحة، أشغال جيدة. أنا والله العظيم رحت اندهشت يعني نوعية الأشغال، فرحت كثير عندما شفت الأشغال هذه. تخص أشجار كبيرة لازم تتحط يعني بطول كبير شوية، مش أشجار صغيرة هذيك، وكذلك يعني لازم تضل، لأن المارينا شاسعة كبيرة، ولازم إذا كان فيها أشخاص مسنين ولا أطفال ولا يعني أشخاص عندهم صحة مش يعني كافية يقدروا يتأثروا بالحرارة، ولا يتأثروا إذا كان فيه أمطار ولا برد ولا، إذن لازم أماكن في المارينا هذه تكون فيها ديزابري دي روفيش بالخشب، دي سور دو بيرغولا، يكونوا دي بيرغولا شابين، ولا دي زومبريير، دي زون وين الانسان يقدر يتخبى يتحمى ضد أشعة الشمس، او كذلك في حالة اذا كان فيها امطار ولا رياح ولا كذا، لازم يديروا ديزابري على طول المارينا، تكون فيها اماكن الانسان يقدر يريح فيها يقعد فيها تكون عندها جانب جمالي، تكون بنية بطريقة جميلة. اذن في الاخير استودعكم الله، ويعني بصحة رمضانكم، وما تنساوش تروحوا تشوفوا الفيديو الثاني في المنطقة الأخرى اللي هي أكبر بهذه المنطقة بثلاث مرات، ومنطقة منتهية منها، ومنطقة جميلة جدا، وسوف تفاجئونا بمستوى الأشغال. والسلام عليكم.